السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن حبكم جميعا في الله. متابعة للعصافير بتاعتنا ونشوف أخبار الفروخ إيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله ما شاء الله، آدي الجوز الفلل، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. أنا لقيت عنده الأكل خلصان، حطيت له شوية أكل أهم. تمام، بيلكم وفلارس، بسم الله ما شاء الله. وعايزين نخش بص بصه كده على الفروخ بتاعته. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله. ادي هما التلات حتت اهم، تلات حتت تحت الفلل، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هما كان تحتيهم خمسه تقريبا، خمس بيضات او ست بيضات، اللي طلع منهم لحد دلوقتي كده تلاته. ده اول انتاج للنتايه، يعني اول شغل للنتايه، يعتبر انتاج زي الفل، ثلاث حتت من خمسه، يعني كويس جدا جدا. النتايه لسه ما عندهاش خبره، لسه بتتعلم. انا كده موافق، امين. ليه؟ انا لسه باهلها. انا ممكن دلوقتي اخد الزغاليل دي، الثلاث فروخ دول، احضنهم تحت اي جوز تاني بيبقى نفس السن، واحضن الجوز ده الثلاث حتت دول تحتيه. بس انا مش هعمل كده. ليه؟ عايز النتايه تاخد على الحنيه، وتاخد على التأكيل، وتاخد ان يبقى عندها فروخ كده. انا بخليها تكتسب خبرة بسرعة في تأكيل الزغاليل. تمام، دول هخليهم تحتها زي ما هم، ونشوف الناتج ايه. يعني مستقبلا هيطلعوا الثلاث حتت ولا في حاجة هتقع منها تاني، ونتابع مع بعض كده. انا ممكن زي ما قلت لحضراتكم احضنهم، بس انا مش عايز احضنهم، انا عايز اخلي النتاية تاخد على التأكيل، عايزها تأكل، عايزها تشعر بالأمومة والحنية. انا كده بأهلها عشان خاطر العشوش اللي جايه. تمام، زي الفل، اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك. هيبدأ اهو الريش بقى، يبدأ يطلع، ونتفرج بقى على الايه، على الكريسب والكورك والفلل، وحسب ما ربنا ييسر ان شاء الله. تمام، يلا بينا نروح نشوف جوز تاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي ذكر، والنتايه جوه رقد على بيض. طبعا الباب ده مش هيتفتح عشان ملقوف المسمار من فوق، هنفتحه من تحت ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم وانت بتفتح لازم تحط ايدك كده، لو هتفتح الباب اللي من تحت اللي من جنب لازم تحط ايدك كده، عشان لو حاجه وقعت زغلول او بيضه ولا حاجه ما تقدرش. نفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي النتايه قاعده، بسم الله ما شاء الله، بقى ستايه، بسم الله ما شاء الله. النتايه دي فقست فرخين، بسم الله ما شاء الله. ادي القشره هناك اهو، وادي قشره قدامكم اهي، بسم الله ما شاء الله. دي فقست اتنين من سته، فقست فرخين من ست بيضات. لسه كده عمليه الفقس لسه هتتم، لان لسه دول مفقوسين تقريبا النهارده او امبارح بالكتير. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. زي ما حضراتكم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، انا كده بس باكد وبركز كده. لو حضراتكم تشوفوا كده، انا بركز على البيض، اشوف لون البيض ايه. البيض زي الفل وعمران، والزغلولين ملبيين. لو تبص كده في الزغلول، اجي اقرب لكم كده الفلاش كده اهو، الزغليل اهي او الفروخ. بص على الفروخ كده، هلاقي فيها الاكل بتاع اللبه، اللي هي اللبه اللي هي الماده اللي بتصنع. سبحان الله سبحان الله، شوف اللبه اهي. بص انا قريت كده، بسم الله. بص اهو، بص الحوصله مليانه ازاي، الحوصله مليانه اكل اهي. سبحان الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. نرجع بقى زوم كده اهو، زي الفل. نقفل بقى عليها عشان الام منزعجه اهي، وادي الاب اهو، بسم الله ما شاء الله. نقفل ونأكد بالمسمار، المسمار ده ضروري جدا جدا. لو هنفتح الباب اللي في الجنب، عشان خاطر ده لو اتفتح، الباب ده لو اتفتح عن طريق زق الام من بره من جوه، ممكن بيض يقع او زغاليل صغيره تقع تموت. تمام، نخلي بالنا قوي من الحاجات البسيطه دي، بس حاجات بسيطه بس مصيريه بالنسبه للفروخ. تمام، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. يلا بينا نروح نشوف جوز تاني. بسم الله ما شاء الله، ادي جوز اهو، ده الذكر.
بسم الله ما شاء الله. والنتاية قاعدة جوه، هنفتح القفص ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ادي النتاية قاعدة. بسم الله ما شاء الله، دي فاقسة اهي. بسم الله ما شاء الله، العصافير تقريبا فاقسين كلهم في وقت واحد اهو. بص بسم الله ما شاء الله، دي تحتها بيضتين بس. طيب زي الفل. ده هو شايفين حضراتكم هنا ايه، فردين بس، هنسيبها زي ما هي وان شاء الله ممكن نعمل ايه اللي تحت دي لسه فاقسه، هنسيبها لحد ما تكمل فقس اللي هي اللي احنا شفناها دي، ونشوف على تحتها العدد قد ايه، ونسيب ديت رقد على الاثنين بتوعها. وبعد كده لو العدد هنا زياده هنبدا نقسم الزغاليل اللي هنا، لان هما تقريبا في نفس الوقت الفقس في نفس اليوم، العش ده والعش ده اللي هو الجوز ده، ده الذكر اهو، وادي الذكر ده. هنشوف دي هتفقس قد ايه، وممكن نقسم الفروخ على الاثنين، يعني لو هنا فقست البيض اللي عندها كلها يبقى عندها سته، وهنا اثنين يبقى ثمانيه، نبدا نحط اربعه هنا ونحط اربعه هنا، تمام؟ دي عمليه سهله جدا، بس انا هسيب كل حاجه زي ما هي لحد ما اللي تحت دي تتخلص فقس ونشوف الدنيا فيها ايه. الموضوع بسيط، وموضوع نقل الزغاليل او تقسيم الزغاليل ده عشان اجهاد الاهالي موضوع سهل جدا، بس لازم تعملهم وهم صغيرين مش وهم كبار، عشان الريش بيبان. يعني لو اللي تحت فواتح او اللي فوق غوامق والريش ظهر وفتح، لما تيجي تنقلهم هيبقى في صعوبه، ممكن الاهالي تتعرف عليهم. الصح ان انت عايز تنقل، تنقل في نفس السن ونفس الاحجام، بس لما يكون السن قبل ما يريش، قبل ما يريش، تمام. يلا بينا نروح نشوف جوز تاني. ده بسم الله ما شاء الله، ده الفالو. بسم الله ما شاء الله، النتايه اهي برده كل ما ليها ما شاء الله بتجهز، بس ديت بكريه يعني اول عش ليها، فبتاخد وقت. شايفينها اهي من تحت، اهي محططه اهي خالص، اهي النتايه محططه خالص اهي، ومراخينها او الكير بتاعها قلب بيج، والحلقه بتاعت عينيها بيضت جدا. بسم الله ما شاء الله، فدي كده خلاص ان شاء الله خلال الاسبوع ده هتكون هتباضت واول بيض ليها. عايزين نشوف هنا الدنيا فيها ايه. الجوز ده كان بيبيض، وده اخر جوز اصلا بايض في العصافير. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اديني تاني رقده اهي. بسم الله ما شاء الله، دي رقده على كام بيضه؟ ادي 1 2 3 4، دول 8 بيضات. بسم الله ما شاء الله، دي لسه ما فقستش حاجه، نسيبها زي ما هي، تمام. عايزين فاكرين الجوز ده، ده الجوز اللي كان مليس الذكر اهو، وادي النتايه قاعده جوه. عايزين برضو نبص على النتايه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ادي النتايه اهي. اي وبقى ده اتفقس، يبقى كده ما شاء الله عندنا 3 اصوص بيفقسوا مع بعض، عندنا 3 اصوص بيتقسموا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، دي اول بيضه من ال5 بيضات فقست اهي، دي لسه النهارده اول يوم ليها، هنسيبها زي ما هي برضو، ونحطها من ضمن ال3 عشوش اللي احنا هنقسم عيالهم. بسم الله ما شاء الله، يعني هنسيب ديت لحد ما تتم فقس باقي البيض، ونشوفها هتطلع كام بيضه من ال5، واللي تحتيها فقسه 2 زي ما احنا شفناهم، 2 بس، واللي تحتيها تحتها 6 بيضات وفقسه 2، هنسيبها برضو لحد ما تكمل، نشوف الناتج كام بيضه في ال3 عشوش، ونبدا نقسم الزغاليل بتاعتهم على ال3 عشوش. يعني لو ربنا رزقنا ب9 زغاليل هنحط 3 3 3، لو ربنا رزقنا ب12 زغلول هنحط يعني دي مثلا تحتها كام، دي تحتها 5، واللي تحت خالص تحتها كام، تحتها 6. لو دي فقسه البيض بتاعها كله، واللي تحت فقسه البيض بتاعها كله، يبقى الاجمالي 11، وعندنا 2 لوحديهم، يبقى كده 13 زغلول. ال 13 دول هنقسمهم على الثلاثه، يبقى كل واحد 4 4، وواحد منهم يتحط تحت 5. طيب كده انا بعمل ليه؟ عشان اوزع الحمل بتاع التاكيل على الاهالي المفرقين، يعني ديت لما تاكل 4 احسن ما تاكل 6، تمام؟ واللي تحت نفس النظام، فانا بحاول اوزع الزغاليل. التوزيع دوت عمليه سهله جدا، بس لازم يكون في نفس السن، زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده، كل ال3 اصوص دول كلهم فاقسين مع بعض، فبالتالي الفروخ بتاعتهم هتبقى نفس السن مع بعض. لما اجي افنط او اجي اوزع هاخد كل الاعمار او كل الاحجام، ال4 دول حجم واحد راح حطيتهم تحت ده، انزل العشه اللي تحتيه ال4 دول حجم واحد اكبر شويه راح حطيتهم تحت ده، انزل العشه اللي تحتيه ال5 دول حجم اكبر راح حطيتهم تحت خالص، تمام. يبقى انا كده وزعت الجهد بتاع التاكيل على الفروخ وعلى على الاصوص كلها، عشان ما اخليش واحد تحتيه مثلا 6 7 وواحد تحتيه 2. طب انا ليه اوزع؟
هلاقي الزغلول طالع بصحه جيده، وفي نفس الوقت خفيت الحمل عن الاهالي. وعمليه التوزيع دي بتكون لما يكون عندك اسس كتيره وفاسه في نفس الوقت. وان شاء الله هنتعامل مع بعض في الفيديوهات اللي جايه وهنتابع عمليه التقسيم او التوزيع دي. ادي طبعا الشوش اللي احنا بنتكلم عليها، بسم الله ما شاء الله. ادي العش ده فيه 5 بيضات عشان تتابعوا معايا، اللي هو كان ملايز فيه 5 بيضات وفقست واحده بس، اول واحده النهارده. والجزء العش ده في فقسه 2 بس. العش ده اللي تحت ده هو ده اللي فيه 6 بيضات وفقسه منهم 2، يبقى لسه فاضل تحتيها ايه؟ 4. تمام؟ ان شاء الله هنتابع مع بعض، واول ما يتم فقس البيت كله هنبدا نوزع الاسس ونقسمها على الـ3 اسس. الفروخ هنبدا نوزع الفروخ، هنبدا نقسم الفروخ ونقسمها على الـ3 اسس. تمام؟ اهم حاجه في عمليه التقسيم ان ايدك ما يكونش فيها ريحه، ما يكونش فيها برفيل، ما يكونش فيها اي ريحه غريبه، ايدك تكون مغسوله ونظيفه، ما حتى ما تغسلهاش بصابون او بديتول، انا مش عايز اي ريحه خالص في ايدك. بعد كده بنمسك الزغاريف كلها نحطها في مثلا في معون او حاجه خارجيه، نقسم الاحجام مع بعضها 4 4 5، وبعد كده نروح مقسمين الجزء دوت 4 وجزء 4 وجزء 5. يبقى احنا كده وزعنا الفروخ على الاسس. تمام؟ زي الفل. وان شاء الله تابعونا في حلقات مشوقه جايه للعصافير، وهنتعلم فيها احلى شغل في الفرخ. تحياتي ليكم، وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.